السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نحتاجو المقادير التالية: السكر الخشن، السنيدة، اللوز مهرمش او كاوكاو مهرمش، والقرقاع حتى هو مقطع قطع صغيرة، والروز مسلوق. غادي نضيف المكونات ديالي. بالنسبة للسكر ممكن التعويض ديالو بالتمر، وبالنسبة للمكسرات القرقاع واللوز حمرتهم شوية في المقلة غير شي شوية كيتحمروا، باش في التالي فاش ندخلوها للثلاجة يبقاو مقرمشين. هنا غادي نضيف واحد شوية ديال ماء الزهر، وغادي نخلط العناصر باش يتم المزج ديالها، وفي التالي غادي نحطوها في الثلاجة، ومني بغو نقدموها غادي نزينوها بشوية ديال القرفة والزبيب او لا بالتمر. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك وتشتركوا في القناة. شكرا.